بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد خساره برشلونه قدام ريال مدريد 3-2 النهارده في الكوبا داري، محتاجين نتكلم شويه كده مع بعض، نتكلم شويه عن النغمه اللي بدات تتصاعد بعد المباراه. شكرا لتشافي، شكرا للفريق، شكرا على الاداء الجميل ده. شكرا ايه؟ انت بتلعب كلاسيكو، بتلعب كلاسيكو قدام الفرقه المفترض ان هي خصمك الازلي وبتلعب معاه مباراه، لو ما دخلتش ان انت تكسبها يبقى ما تدخلش. انت مش جاي عشان تخسر، انت لو جاي عشان تخسر وانت متقبل فكرة الخسارة دي، ده معناه ان انت ماشي غلط، ده معناه ان انت مش هترجع، ده معناه ان انت خلاص بدأت تتقبل الوضع اللي انت عليه. والتقبل بتاع الوضع اللي احنا عليه ده معناه ان احنا بنضيع، مش معناه ان احنا جايين والمستقبل لينا وعندنا جواهر والكلام ده، ده معناه انك ضايع. ليه بقى معناه انك ضايع؟ لان ريال مدريد النهاردة قدم واحدة من اسوأ ماتشاته قدامك، ومع ذلك ما كنتش مؤهل انك تكسبه. اه والله بجد، يعني بعد التطبيل الاوفر ده لتشافي، تشافي ما كانش عامل شوط تكتيك عظيم. شوط تكتيك عظيم ازاي وانت مفترض ان انت بتلعب بال 4 3 3 بتاعتك، مفيش ادوار دفاعيه لعيبه نص الملعب بيعملوها مع دانيال الفيش اللي ماسك اخطر لاعب في ملعب ريال مدريد وهو فينيسيوس جونيور. يعني انت بتلعب قدام ريال مدريد، ريال مدريد عندها نقطه خطوره قويه جدا ناحيه الشمال اللي فيها مندي وفينيسيوس. فينيسيوس مشكل خطوره عليك، فمفترض ان انت اول ما تحاول تغير هتغير اللعيب اللي بيلعب جنب دانيال الفيش اللي هو اللعيب في 4-3-3 اللي بيلعب ناحيه اليمين. لا، احنا عملنا ايه بقى؟ غيرنا اللي بيلعب ناحيه الشمال فرانك ديونج، وسيبنا جيفي الموهبه الخجيله الفايزه بتاعتنا، سيبنا جيفي في الملعب. ليه؟ عشان جيفي ما ينفعش يطلع، لازم نطلع فرانك ديونج. طب فرانك ديونج في لقطه الهدف الاول مين اللي كان مساهم في الكره اللي جت من فوق؟ مين اللي طلع وخد الكوره ونزلها لديمبلي عمل عرضيه لوك ديونج؟ فرانك ديونج. يعني انت سايب لعيب مش بيدافع زي جافي وسايب بوسكيتس سبب الهدف الاول وطلعت فرانك ديونج، ومفترض ان انا اقول لك ايه؟ شكرا لتشافي على الجيم اللي انت عملته. شكرا ايه؟ هو بيغير غلط وقاري ماتش غلط وعمال ينايل ب 60 نيل على عينه في الماتش وبيطلع لي الفرون اللي هو بدا بيه غلط. يعني انت بتبدا ازاي بلوك ديونج وبتنهي بمنفس ديباي؟ ازاي طيب؟ ما ربنا يعرفه بالعقل. انت مفترض ان انت بتشكل خطوره وبتهد الدفاع بلعيب زي ممفيس ديباي، وفي الاخر تقفلها بلعيب زي لوك ديونج وتلعب له عرضيات. لا، احنا بسم الله ما شاء الله لما بتخرب معانا لما بنطلع لوك ديونج بنطلع بيكيه وبنطلع اروخو ونلعب لهم عرضيات، والحمد لله رب العالمين. بوسكيتس هيكمل معانا غصب عن بوز التخين، بوسكيتس مكمل معانا. مشاكل دفاعيه كتير، دانيال الف شغال ضرب في فينيسيوس جونيور واروخو ماسكينه وعاملين يضربوه، وانت نزلت عبد الصمد الزلزولي. مفترض ان عبد الصمد وجافي يعملوا واجبات مع الراجل اللي 36 سنه ده اللي عمال يتبهدل مع فينيسيوس على الخط. لا، احنا سايبينه ليه؟ اصل جافي ابننا ما بيدافعش، هو جافي مهاراته هجوميه بس. طب بدري اللي نزل مكان فرانكي شاط اهو كويس، بس ده راجع من اصابه طويله. يعني مفترض ما تديلوش من دلوقتي. فين نيكولاس جونزاليس اللي انت كنت بتعتمد عليه الفتره الاخيره؟ بدري ازاي؟ انت فاهم ان بدري واحد من النجوم الكبار اللي اول ما هينزل هيفرق معاك، ده لسه عيل صغير. العيال دي انتوا كبرتوها في الاعلام انما جوه الملعب هم بالنسبه للخط نص ريال مدريد بتاع كازيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس مجرد اطفال صغيرين، مجرد اطفال ما عندهمش خبرات هيبهدلوهم جوه الملعب، وده اللي حصل. هتقول لي لا، برشلونه كان ند الند، برشلونه جاب جونين. الجونين ايه؟ الجون بتاع الهدف الاول ناتشو بيشلت راحت خبطت في لوك ديونج، والهدف الثاني احنا لاعبين عرضيه لاقصر واحد عندنا انسو فاتي، انسو فاتي اللي احنا نزلناه عشان نلعب من غير مهاجم، وبعد كده الله ده دخل فينا جون اهو. فاحنا نعمل ايه بقى؟ ننزل ممفيس ديباي. والله العظيم ثلاثه بيدير الماتش بطريقه هو نفسه بيجري ورا الماتش، هو الماتش ظروفه اللي بتحكم عليه، هو ما عندوش افكار، هو مش جاي بافكار ولا جاي باجنده ولا جاي باي حاجه خالص، ولا عمل اي حاجه خالص جوه الملعب تقول ان الفرقه دي تكتيكيا واقفه على رجليها. انما الناحيه الثانيه ريال مدريد انشيلوتي ماشي معاك بمبدا كلمة كلمة، حب الكره خد الكره، هديك انا مرتدات، بوسكيتس يغلط اسجل انا الهدف الاول، الهدف الثاني شرح عندي خبرات، عندي لعيبه خبرات بتشيل اللعيبه الشباب اللي وسط المنظومه، عندي لوكا، عندي توني، عندي كازيميرو بيشيلوا اللعيبه اللي معانا. يعني فينيسيوس ده لسه عيل صغير بس منظومه ريال مدريد شايلاه، قدر ميليتاو مش كبير بس منظومه ريال مدريد شايلاه، ريال مدريد المنظومه بتاعته شايله اللعيبه الصغيرين، انما انت العناصر الخبرات اللي عندك هم اللي مضيعين العيال الصغيره، ودي احنا كنا بنتكلم فيها من فتره طويله. لما دخلنا الاكسترا تايم الوقت اللي رجعنا فيه في النتيجه 2-2 كان مطالب ان انت تمسك المباراه،
بس وقتها هتطلع صديقك اللي ما ينفعش انك تطلعه وهو بوسكيتس. لا بوسكيتس لازم يكمل، بوسكيتس لازم يكمل. طب ليه بوسكيتس يكمل؟ هو كده لازم بوسكيتس يكمل معانا. التغييرات، هو نزل فريدريكو فالفيردي مكان لوكا مودريتش لان هو عارف كويس قوي، وده مدرب الخبره، عارف ان لوكا مودريتش مش هيكمل 120 دقيقه، وبرده كان عارف ان كارفاخال مش هيكمل 120 دقيقه، وكان عارف برده ان لعيب زي ماركو اسانسيو مش هيكمل 90 دقيقه. ودي فرق ما بين عقليات مدرب، مدرب عارف اللعيبه بتاعته اخرها عامل ازاي جوه الملعب، ومدرب تاني عنده ثقه في لعيبه انتهت ان هي هتكمل مباراه كامله. عشان كده في فرق بين السماء والارض بين دكه ريال مدريد اللي فيها كارلو انشيلوتي ودكه برشلونه اللي فيها المتدرب، في فرق السماء والارض. انت بقى بسم الله ما شاء الله، يعني اول تغييراتك، اول تغييراتك من بين الشوطين طلعت فرانكي ونزلت مكانه بدري، وبعد كده داني الفيش غيرته بعد هدف التاني ونزلته مكانه نيكلاس جونزاليس عشان المفترض تلعب باتنين ديفندرات، عشان تلعب باتنين ديفندرات تغطي بوسكيتس اللي مش قادر يزيد ولا قادر يرجع، وفيران جوتيج لما كان الزلزولي، وفي النص كده ان بتوين كنت مطلع فيران توريس اللي انت بدات بيه غلط. معنى انك تبدا بفيران توريس النهارده انك مش واثق في كل اللعيبه اللي كانوا موجودين معاك الفتره الاخيره، لعيب لسه جاي لك اول ماتش تيجي من لعبه اساسي، ده معناه ان اللعيب ده مش قوي قوي، ده معناه ان انت مش واثق في المنظومه اللي عندك، والمشكله ان اللعيب ده مش قوي. عارف بقى المصيبه في ايه؟ المصيبه ان اغلب الصفحات اللي بتسمي نفسها جمهور برشلونه كانوا بيهاجموا عثمان ديمبلي مان اوف ذا ماتش ببرشلونه. ليه بقى؟ مش عايز اجدد. فانسو فاتي ده عظيم، جافي عظيم، شافي عظيم، بس ديمبلي هو اللي سايق. يا ابني انت من غير ديمبلي جوه الملعب ملط، انت من غير ديمبلي جوه الملعب ملط، انت ما عندكش، انت فرقه ضايعه، انت ما تستاهلش تكسب. انت شفت اساسا بوسكيتس اللي مكمل معانا ده اللقطه في الدقيقه 120 لما حب يلم توني كروز اللي حصل، عمل عليك انفراد. انا مش طالع بكره تشافي، بالعكس انا من اكتر الناس اللي كان نفسي تشافي يمسك الفرقه، بس لما تشافي مسك الفرقه اثبت ان هو مدرب بيحبه وبيكره، مدرب عايز يقلبها منتخب اسباني، ومعاه متخلف عقليه رئيس نادي عايز يقلبها منتخب اسباني. فانا اطلع فرحان واقول الله عملت ماتش عظيم قدام ريال مدريد. لا، ريال مدريد كان وحش وكان مفترض ان انا اكسب ريال مدريد، معنى ان انا ما كسبتش ريال مدريد ان انا اوحش، ومعناها ان انا ماشي غلط. ولما اطلع راضي على العك اللي حصل ده معناها ان انا راجل بطبل مش راجل برشلوني، انا راجل مشجع، انا راجل مشجع، انا بتكلم حرق الدم. انا كمشجع ان انا كان نفسي اطلع كسبان ريال مدريد، انا مش هخلي ريال مدريد يكسبني نفسيا ومش هخليه يركبني نفسيا وابقى نازل ضده خايف. انا بالوضع اللي انا عليه ده كل ماتش هلعبه العبه قدام ريال مدريد هبقى نازل عارف ان انا هخسر، وهبقى نازل عارف ان انا مركوب نفسيا. فلما اتكلم ان انا جاي قدام ريال مدريد اللي كان سيء ومش شاف قدامه النهارده ده واطلع خسران منه 3-2، ده معناه ان احنا نبطلها احسن بجد والله. لو انت طالع فرحان ان احنا اتغلبنا من ريال مدريد 3-2، ده احنا نبطلها احسن من ام القرف ده والله، نبطلها احسن. حتى الاجوان، حتى الفرق، حتى الزلزول اللي اول ما شاط شوطه كويسه راح مطلعه ومنزل منزل جوتيلا. ليه بقى؟ والله جوتيلا ما يعرفش يلعب شمال، فانا هنزله مكان الزلزولي فيلعب مكان يمين. يا اخي ملعون ابو الكوره على ابو ام المدربين اللي جايين يتعلموا فينا، على ابو الناس اللي بتتكلم على الراجل ده هيعمل حاجه لبرشلونه. انا نفسي اعرف اي برشلونه اللي تشافي هيشتغل عشانها، نفسي اعرف اي برشلونه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. قولوا لي يا جماعه، يمكن انا بشجع فرقه ثانيه غيرها، قولوا لي والله، يعني يمكن انا بشجع فرقه ثانيه غيرها. الف مبروك لجمهور ريال مدريد، هارد لاك لينا. القادم ان شاء الله محدش عارف هو خير ولا وحش، لان بالوضع اللي احنا فيه ده انا مش منتظر منظومه كويسه مع تشافي، ولا منتظر منظومه كويسه مع الكذاب اللي اسمه خوان لابورتو. مبروك لريال مدريد، اسوأ حالاتك وبيطلع كسبان كلاسيكو، عاش جدا والله.